هانتوما الخوت د العياد راه بغى يبيعو السيد، المهم راه حط لكم النمره ان شاء الله وتواصلوا مع السيد ومعود مليح تبارك الله. انتم كما كتشوفوا زين الترابي، هانتوما الخوت بعد الكارطة ديالو. هاندرا اصحاب تكرميله هنا على وليات سهل ولو انتم الخوت العود عنده الخوت كارطا، المهم عنده 13 عام مرك ديال خريبكا. وما نخليكم النمره خوت في اخر فيديو، المهم حط لكم في الفيديو صافي. تواصلوا مع السيد عاود بالشروط عاود مليح تبارك الله. المهم الى ما تبعش في السوق راه نبارطاجي معكم. لو بغيت تاكل الشوا سهل مدرب شنو؟ مدرب. دار السلام. دار السلام ثلاث مرات. راه مطبوعة في كرمية. تبارك الله. كلها موجودة. عندوش الكارطة ديالو؟ عنده عنده. عنده عنده الكل ماشي. شحال عنده من سنين؟ 13 وشي حاجة. وانتم الخوت كما كتسمعوا في الشروط يركب عليه الدري الصغير والكبير. المهم العود ناضي مسك ثلاثة المرات في الاقصائي ديال دار السلام، العود بالكارطة ديالو بيديغري، عود مؤصل وزين الصحة تبارك الله والله يسخر الجميع. وانتم الخوت هم الى عجبكم الفيديو راه النمرة كاينة في الشاشة، تواصلوا مع السيد ومرحبا بكم. مرحبا سيدي. شوف شوف ناس كرم. واحد شهر واحد. عندك عمي عندك الكيس كذاك واحد. سيدي دير دير ليه دير ليه. دير ليه دير ليه دير ليه صافي. سير 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 الله سنة ديك شي صغار سنة. اوكي اوكي جاك العود مليح الزهر يا خويا. فين هو هذا مولاه؟ الله مولاه اخويا شحال عطاك اخويا؟ الله يلاه دخلنا هذا غادي العشاق هذا.